للأسف الشديد يبدو أن هذه السنة سوف تكون كارثية على عشاق مسلسلات الهندية. لابد أنكم سمعتم آخر الأخبار حول إيقاف مواقع زي تي في وسوني وستار بلاس الهندية، بمعنى توقيف عرض المسلسلات الهندية على شاشة التلفزيون. شاهدوا الفيديو حتى النهاية حتى تتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وموعد تطبيقه. أوقفت أشهر المحطات للبث التلفزيوني الهندية إشاراتها هذا الأسبوع لمشغلي الكابلات، ولن تتمكن أكثر من 40 مليون أسرة من مشاهدة القنوات التي تنتمي إلى شركات زي أونترينمون وسوني بيكتور نتورك أنديان وديزني ستار، حيث قد رفعوا أسعار القنوات. لم يوافق مشغل الكابلات على هذه الزيادة في السعر. يرى العديد من المشاهدين تعتيما على بعض القنوات التلفزيونية الشهيرة بسبب الخلاف بين الشركات ومنصات العرض. قامت الشركات المعنية بالأمر بزيادة الأسعار في حدود 10 إلى 15%، لأن التعريفة الجديدة NTO سمح لهم برفع الأسعار القنوات التي تشكل جزءا من الباقة، حيث رفع السعر إلى 19 روبية من 12 روبية في وقت سابق. دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير من هذا العام. حاليا تم توقيف العرض جميع الإشارات. وصلت القضية إلى محاكم العليا حيث لم يتم تسوية الأمر بين الطرفين، وقد رفضت المحكمة العليا في كير تعليق أمر التعريف الجديد المعدل، ونشرت القضية لجلسات الاستماع في 22 فبراير من هذا العام. ويبقى الآن المتضرر الأكبر هو الجمهور. أخبروني في التعاليق ما رأيكم فيما يحدث في الهند، وهل تظنون أنه هذه السنة سوف نودع فيها المسلسلات الهندية؟ انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.